السؤال اللي بنسأله دلوقتي، بنقول مثلا احنا قلنا مين هو اب جيم؟ واحد عارفينه من الرسم اللي هو دي، جيم ابوه بات. خلاص ماشي، نفترض ان ابو جيم واي، اي حد اكس ام، اي حد متغير. طب مين هو اب الواي ده بقى؟ تقول لي اب الواي ده مين؟ الاكس، اي حاجه يعني. او لو انت عايز تمشي على الكلمات عشان ما تقولش متنحين اهو، مين هو اب جيم؟ قلت لي بات اللي هو اكس او واي او اي حاجه. طب مين هو اب بات؟ بوب. يبقى بوب ده هو الايه؟ جراند ايه؟ جراند بيرنت. هل ممكن نقول نسال ونقول هو مين الجراند بيرنت؟ لو احنا هنوجه السؤال دوت للبيانات اللي عندنا او للبرولوج عندنا، البرولوج هيقول لك مين هو جراند بيرنت. انا ما اعرفش ايه جراند بيرنت، انا ما اعرفش يا سياده الزبط، وخلاص مش هيعرف. التمثيل اهي بسيطه جدا، جيم ابو واي، ابو واي اكس. طالما ان هنا اكس في بيرنت، بيرنت او ابن ابن، يبقى ده هو جراند بيرنت لمين؟ لجيم، صح ولا لا؟ طب السؤال هنا ممكن اكتبه ازاي؟ بص معايا، بص معايا، السؤال هنا سؤال مركب على نفس النولج بيز اللي احنا حاطينها. ان انا اقول له اول حاجه مين اب جيم؟ لو جيت قلت بيرنت هشك في ايه؟ بس بيرنت، خد بالك انا عايز اجيب اب مين؟ اب جيم. خد بالك اكتبها ازاي بلغه البرولوج عشان لما اجي اسالك سؤال ما اعرف ترد عليه. بيرنت اب ما اعرفوش هو مين، اكس اي حد بس كابيتال، كوما لمين؟ جيم. خلاص اكس هتيجي بمين؟ باسم من الاسماء وليكن بات. يبقى المتغير اللي اسمه اكس هيشيل قيمه الاب بمين؟ جيم. و بكمل، و يكون البيرنت انا عايز اجيب مين؟ الاب بتاع اكس اللي هو مين؟ الاكس اللي هو بات. الناس معايا في الحته دي ولا لا؟ نبدا نشتغل شويه. المره دي انا بسال على ايه؟ بقول كده اكس دي هتشيل مين؟ لو بصينا كده للرسمة بتاعتنا، لو السؤال حتى نص السؤال لغاية هنا بس، الإكس هتشيل مين؟ بات. أنا عايز أسأل عن الجد اللي هو أبو بات. خلاص يبقى أنا أقول له هنا أفتح قوس وأقول له أبو أي حد ما أعرفوش هو مين، بتاع مين؟ بتاع إكس. وصلت؟ يبقى عوضنا عن الاكس نقطة بقى، عوضنا عن الاكس ابو جيم اللي هو بات، يبقى كده هنحط هنا كلمة ايه؟ بدل الاكس بات، يبقى مين ابو بات؟ يطلع ابو بات مين؟ بوب. فيرد علي يعرفني مين الجد؟ بوب. لو دسنا كده انتر قال الاكس بات، الواي مين؟ بوب. خلاص كده؟ فهمنا ازاي ممكن نسأل عن حاجات كمان، بس فتح بس مجالك معايا بس كده وهتمشي يعني. خلاص؟ هل ده سؤال فيه أي صعوبة؟ طيب. طب لو عايزين نسأل السؤال بالعكس، مين حفيد توم؟ ثواني بقى عليا، في الورقة والقلم بتاعك اكتب السؤال كده بعد ما الناس كلها حلت وشفنا الحلول، ركز معايا. احنا عايزين نعرف مين أبناء احفاد توم. خلاص فانا هقول له ايه؟ بيرنت وافتح كود احفاده، يبقى هو اب ادي توم اكس، اكس دول تبقى اولاد، ما تمنيش
اكس دي اولاد، اولاد توم، صح كده؟ كده الاكس هتشيل اولاد مين؟ اولاد توم. قلت له و خلاص بيرنت اكس اللي هم اولاد توم دول، شوف لمين احفادهم اللي هم اولادهم، اللي هو علاقه الواي بالنسبه لتوم هي مين؟ هي دي الاحفاد. هي دي مين؟ هي دي الاحفاد في النهايه. بقفل واحط ايه؟ نقطه. ادوس انتر، قال لي بوب الواي مين؟ ان، هو ده الحل. ان انا عايز الواي، انا عايز الان بس. اسمعني يا جدعان، اسمعوا، مش هينفع كده. بعد اذنكم، بعد اذنكم، احنا لسه في البيرنت، اول ريليشن. شوف طلعنا عليها اسئله قد ايه؟ اول ريليشن وجراند بيرنت ما عملناهاش، احنا حاولنا نستنتجها من اللي موجود. اول حاجه قال لي اكس بوب واي ان، الاكس بوب واي ان هو ده الواي اللي انا عايزه، ده الحفيد، اول حفيد. وقف اول حفيد، لو في حفيد تاني طالما ما حطليش نقطه يبقى ايه؟ يبقى في احفيد. احفيدها ازاي؟ ايه؟ في احفاد تانيين، في احفاد تانيين. خلاص احط له سيمي كولون يجيب لي الحفيد اللي عليه الدور. سيمي كولون قال لي بوب برضو حفيد لمين؟ فات في تاني، في تاني سيمي كولون بس مفيش. ليه الفولس؟ صبر عليك، صبر عليك، صبر عليك، صبر. بص معايا، اول واحده توم اكس، حلو. هيجي معايا هنا توم اكس مين؟ مسك اول واحد بوب، في عنده ليه مسك اول واحد بوب، مش في اول خط، اول طريق. قال لك ماشي، امسك بوب في الاكس، جاب الواي بتاعتها، الواي بتاعتها لمين؟ ان. دي اول واحد، دي اول تقييم لاول شرط، اول لعبه جابت الحته لغايه الواي الاولانيه لغايه هنا. خلاص كده، خد بالك بقى من اللي جاي، هيبدا يرن تاني مره بعد تاني سيمي كولون. ده مين الفكره ولا لا؟ تاني سيمي كولون هيبقى قايل توم الاكس، توم والاكس بوب. طب بوب الواي بتاعته مين؟ ادي بوب. مين الابن؟ ادي بوب. الابن بتاعه مين؟ بات. فقال لك بوب والابن مين؟ بات. كل مره بيجيب ابنه وابنه وابنه. ماشي، احسبها انت عايز تحسبها. المهم ايه؟ جه المره الثالثه قال لك ايه؟ توم دي اكس، توم ليد، ودخل في الطرف ده. قام قايل لك ايه؟ ليد ده بقى هات لي ابنه، قام جايب لك فولس اللي ملوش ايه؟ ابناء. يبقى الفولس هنا انا عايزها دي جانب من جوانب الحلول، لان ممكن بعد ما تيجي اصغرها في شاشه اقول ان هو ليه احفاد من فلان وفلان وفلان وفلان، اما فلان ما خلفش. فولس على حسب الترتيب اللي انت كتبته في الـ في الـ في, في النولج بيز. مش عشان النولج بيز كنا ماشيين كده، ماشيين كده 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 كده، ماشيين مشينا كده، بعد كده مشينا كده، صح؟ على حسب الترتيب اللي احنا كتبنا فيه البيرنت. فاكرين السؤال ولا لا؟ اهو من فايل اديت وافتح التري، مش هي دي النولج بيز اللي احنا كتبناها؟ ماشي بالترتيب اهو. على فكره البرامج كل الاسئله اللي احنا بنسالها بنسالها في الكود اللي احنا كتبناه ده. هو ده الكود اللي احنا جبناه، بس سهل صريح وضيح جريح. بس المشكله ان انت مش عارف تركب، بس احنا واحد واحد بالترتيب ده، بيمشي بالترتيب ده. ايه فرص ممكن بدل ما يعمل اخر ممكن تبقى اول حاجه او على حسب الترتيب اللي هنا. ما انت اللي بتكتب بقى البرنامج وعارف. ما هو يس وفولس، انت مش عامل كومه، كومه دي معناها ايه؟ و اند يعني. لا ما حضرتش، ما جابش سيره ايه؟ الرسم البرنامج. ارجع بقى تاني للكود ايه؟
عايز اسمع الاكس بتاعتهم ايه؟ لا خد بالك انا اقول دي الكومه دي معناها ايه؟ اند يكون توم ابنه اكس وي اكس يكون ابنه مين؟ هو علمي اند اند وفول اند عندك ترو عندك فولس تديك ايه؟ فولس. ارجع لللوجيك. لا مش برمجه لوجيك. عايز الحق اخطف كلمتين. ايوه لا لا هو مش هينزل لدرجه جد الجد مش هينزل كده انت ما قلتلوش كده هقوله دلوقتي انا ما قلتلوش اللي هو احفاده ما قلتش كده انا قلت الحفيد الاول بعد كده بيسموها انا بسيب لكم وقت تحلوا وبعد عليكم بعد اذنكم يعني بلاش كلام وانا بتكلم انا بعد عليكم وبتكلموا معايا وكل حاجه فبلاش يبقى الوقت يبقى الدنيا تضيع بالشكل ده خلاص لسه هنسالكم شويه على الايه اللي هم احفاد الاحفاد اللي هم بيسموهم السلف بما اننا الوقت في اخوان وسلف وبتاع فالسلف ده اللي هم السلف معناه اللي هو السابق بس السابق مش الاساسي السابق قوي معناه الاوليين او الاوليين مش عارف ايه يعني اقول جيم فتقول لي الاساسي بقى خالص توم وبام بقى تقول لي دول السلف بتوع خلاص طيب يرفع ايديه بس ليه اول سؤال قال لك بالنسبه للي فات رد على السؤال ده هجيب لكم الرسمه ايه ده السؤال ايه اللي يبدأ كده ها بيرنت جيم كوما اكس اللي قلت ليه اعرف ارفع دي يا جدعان طبعا انا برضو مش عايز ادق في الاسئله دي هجريها دلوقتي عارف ليه عشان كلكم هتبصوا على الرسمه وتجيبوا الحل من الرسمه محدش هيفكر في اللوج جت ازاي فاهمني ازاي ولا فاهمني يا حاج هيفكر يا جات ازاي يوم النظر دي كده على طول ما هو ده ابوه اهو يا اخي قدام عينيك واخلص فالافيد ان انا اسالك زي ما سالت من شويه اكتب انت السؤال انا اقول لك بالعربي وانت تكتب انت الايه السؤال بكده قال لك من هو اب بات يبقى اكتب اكس بات زي ما حلينا هل ليه اطفال ولا مش اطفال ليه اكس دي ما جاوبناهاش هترد عليا تقول لي ايه فولس هيرد عليا يقول لي ايه معايا مش معايا اما اجي اقول له هو بيرنت ليز اكس هيرد عليه يقول لي ملوش اولاد هيرد عليه ملوش اولاد خلاص بيرنت اكس بات بيرنت اكس واي السؤال ده بسيطه جدا ابو بات انا عايز ادي بات اهو يبقى انا عايز مين جده عايز جده كده لا كده السؤال ده غلط كده بات ده ابن ابو اكس مين اخوه يبقى دي من هو اخ بات صلحوه عندكم اللي معاه كتاب يصلحها غلط تبقى جد لا مش جد اخ او اخت هي ليش عرفني ده اخ ولا اخت هنعرف دلوقتي ازاي نعرف اخ او اخت تعال نوسع البرنامج زي ما طلب زميلنا قال لك انا عايز اعرف بقى عايز اضيف حقائق جديده عايز اعرف من اخ ومن اخته ومن جده ومن جده يبقى لازم ازود حاجه ثانيه دي اسمها ايه ميل وفي ميل ميل فلان في ميل فلان ميل فلان في ميل فلان وخلاص يبقى كده هيقدر بقى يرد عليا الاخ مين الاخت مين الجده مين الجد مين الابن مين الابنه مين احفاده الذكور مين احفاده الاناث مين اولاده الذكور مين اولاده الاناث مين جداته مين اجداده مين شوفوا بقى يعني حط بس علاقه ميل وفي ميل بسيطه النولج بيز بتاعي بسيطه صح يعني لو انا جبت لك دي مثلا الاسماء دي بس مثلا اسماء معروفه عندنا هتقول لي احمد ميل فاطمه في ميل مش عارف
سيد ميل تانية في ميل وضفتهم للبرنامج. عيش بقى على كم الأسئلة اللي ممكن أسألك إيه فيها ساعة ليه؟ هو ده اللي بيسموه إيه؟ بيسموه مبادئ بسيطة جدا. اكتب كل حاجة، اكتب كل حاجة. بيسموه الذكاء الاصطناعي. احنا قلنا الذكاء الاصطناعي ببساطة جدا، متهيألي كده أخذنا مثال لذيذ، وهسيبكم انتوا تتدربوا على بقى ابوه مين، امه مين، اخته مين، اخوه مين، الكلام ده كله، لان هتعرف تلعبوا بالادوات البسيطه اللي احنا شرحناها. حد بقى يجي يقول لي بقى في الامتحان ما جبتلناش الاب والاب. ما ينفعش يجي. حاجه تانية يعني اي حاجه تانية، ما هي فرقه، مش فرقه ايه. ممكن اقول لك مثلا في محل، والمحل فيه منتجات، وقسمنا المنتجات الى منتجات مثلا اطعمه، منتجات مش عارف اغذيه، مش عارف معلبه، قعدنا نقسم التقسيمات. بعدين اديك بقى شويه اسئله بقى على المواضيع دي، مثلا اي حاجه، علاقه الطالب والمدرس ومش عارف ايه، اي حاجه تيجي في دماغك. خلاص عرفنا الميل والفيميل، وهتفيدنا في قد ايه، وقلت اسئله كتير قوي ممكن تضاف لو انت ضفت لي ميل وفيميل. ما اعتقدش ان السؤال هيبقى صعب لما اجي اقول لك مثل لي علاقات البيرنت والميل والفيميل، وتقوم مرصصهم القاعده المعرفه الاول، ثم بكم نعم سهله جدا. وبعد كده اقول لك بقى اسئله بقى عليها، انا عايز اعرف مين جدي، مش عارف مين، عايز اعرف مين ابن مين، بس بسيطه جدا. خلاص كده. بيقول لك طب افترضنا ان احنا ضفنا علاقه، يعني ريليشن غير البيرنت، اسمها اوف سبرينج، اللي هو الذريه او الناس اللي عايزين يقولوا ايه، اللي هو الذريه، عارفينها. ماشي، مثلا قال لي اوف سبرينج اكس واي، دي معناها بشرط ان الاكس لازم يكون ابو الواي. تاني ده اسمه شرط، ده شفت لذيذ ازاي. اوف سبرينج يعني واي والاكس، واي مخلف اكس. خلاص كده. او واي نسل اكس، دي اوف سبرينج، معلش مش بيرنت، دي علاقه جديده لسه هنعملها اسمها اوف سبرينج، معناها نسل. واي بيبقى نسل من الاكس بشرط ان الاكس لازم يكون ابوه. فهمت حاجه؟ عارفين يعني نسل ولا مش نسل؟ يا جدعان كده اللي علي تجري في الشارع دي. تاني طب تعالى بص كده معايا سوا. يعني بيقول لك اوف سبرينج واي والاكس بشرط ان الاكس الاب اكس والابن مين؟ واي. بيقول لك كل الاكس والواي، لكل اكس وكل واي، اكس is a parent of y، يعني كل واحد لازم يكون اكس ابو الواي. خلاص ساعتها نقول ان الواي دوت ايه؟ اوف سبرينج اوف اكس. خلاص يعني اي اكس يبقى اوف سبرينج للواي في حاله واحده، ان ايه؟ ان الواي، او نقولها بالمقلوب ممكن توصل، لو خلينا اكس دي احمد وخلينا واي دي محمد، خلاص عشان اعرفكم بتقلب معاكم بتبقى مشكله تانية. لو احمد اكس ابو محمد واي، سهله اهي، يبقى محمد ذريه من احمد اكس. اكس عليك اكس لو ما فهمتهاش. خلاص كده؟ اول ما تخلص المرحله دي هتخش على المرحله اللي بعدها. انت قلت له؟
يعني مثلا ما حدود في قاعة المعرفة يقدر يعرف. بص معايا، يعني لو رجعنا للبرنامج بتاعنا قلنا اوف سبرينج بات وبوب، لو بصينا كده فين بات وفين بوب؟ ادي بات وادي بوب، هيرد عليا يقول لي ها ذريه ولا مش ذريه؟ يس. ليه؟ لان الشرط بتاعي قال لي ان بوب، ان البيرنت بوب يبقى بات. ارجع للموضوع بتاعنا كله تاني، خد بالك المره دي انا عايز احط مجموعه كبيره جدا من ها الريليشن زي بيرنت. بس الفكره كلها انا عملتها قلت ايه، هل ممكن من علاقه من 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 شكل كود ما اوفر على نفسي ان انا اكتب حاجات كتير جدا جدا جدا؟ يعني لو انا جيت في البرنامج بتاعي وقمت كاتب كده اوف سبرينج واي كوما اكس نقطتين شرط بشرط البيرنت اكس كوما واي ودوت، ده في قاعه المعرفه بتاعتي، ده اسمه ايه بقى المره دي؟ حد يقدر يقول لي؟ رول، رول، شرط، قاعده، قاعده. اما يجي يسالك اي حد يقول لك مين اوف سبرينج بتاع مين، مين نسل مين، تعرف مين نسل مين ازاي؟ فهمتوا الفكره؟ مش معقوله امشي تاني على البرنامج واقول دوت من نسل ده، دوت من نسل ده، دوت من نسل ده، ده هيجيب لي شغل، صح ولا لا؟ فمين قصده دول؟ لا، انا عندي مين الاب ومين الابن، مين الاب ومين الابن، مين الاب ومين الابن. بس عايز اقول النسل، ما هو النسل هي نفس العلاقه، هل ممكن احطها بشرط؟ قال لك ممكن تحطها بشرط. ايه هو؟ في ناس بتسال يقول لك مين ابو مين، ممكن اقول لك مين مين نسل مين. فبقول لك انا ممكن احط شرط يوفر عليا ان انا اقعد اكتب في النولج بيز بتاعتي ايه، اقعد اكتب كله مين نسل مين، مين نسل مين، مين نسل مين. فقلت له اوف سبرينج دي ريليشن جديده، واي والاكس، الواي والاكس، اكس الواي نسل الاكس، الواي نسل الاكس، امتى؟ بشرط ان يكون الاكس ابو الواي، ساعتها يبقى مين النسل؟ يبقى الواي نسل الاكس. ايه المشكله كده؟ كده هو بقى يعمل ايه؟ دي رول عنده، يقدر هو بقى، بيقدر البرنامج بقى ده الجميل اللي فيه انه يقدر يطبقها على كل النولج بيدز اللي احنا عليناها فوق، فيقدر يعرف يطبق بقى بدل ما يقعد بدل ما تقعد تكتب بقى وده من نسل ده وده من نسل ده. لا لا لا، انت حطيت له الشرط ده هو يقدر يرجع. تعال نجرب، تعال نجرب. يعني اقدر اقول له كده هنا اهو، ازود بقى على الايه، على الشغل بتاعي، اقول له في اوف سبرينج اكس يبقى من نسل الواي بشرط، قال لي بشكل ايه؟ قلت له بشرط ان يكون بيرنت، ان يكون الواي الاب والاكس مين؟ ها الابن ونقطه. قال لي يبقى انت عايز تعرف ريليشن جديده اسمها اوف سبرينج. خد بالك بقى، خد بالك، انا قلت له اكس، خد بالك انا كتبتها بشكل غير المكتوب اللي وريته لكم من شويه، وريتها لكم بشكل غير اللي كان مكتوب من شويه عشان تعرف ان ممكن اكتبها بشكل مختلف. لكن انا بقول هنا بقى المره دي اكس واي ده اي حد، اي متغيره زد وام، مش معقوله بقى الاقي بقى في الاوقات. بس قلت له اكس ذريه من واي، لما اقول لك ذريه اكس ذريه من واي بشرط لما يكون الواي دوت اب مين؟ اب الاكس، يبقى اكيد الاكس ده ذريه من الواي، فيها مشكله؟ بس اقفل ارجع البرنامج بتاعنا وتعالى نسال سؤال، نسال سؤال بيقول ايه؟ مين ذريه مثلا بام؟ فيها مشكله اقول له اوف سبرينج
مين ذريته؟ اقلب بقى ما تتلخبطش. يعني اكس اللي مش عارفينه مين ابن بام. لو جينا بصيت طبعا من الرسمه سهله هتقول لي بوب على طول صح، دوس هنا انتر قال لي بوب على طول، لكن المشكله كلها فين؟ الفكره كلها فين؟ انا عايز اقول لك ان مش كل النوليدج بيز لازم نكتبها من الاول، ممكن تستنتج من مجموعه من الريليشن اللي موجوده. تاني نعم لا عمل حاجه جديده ازاي؟ كان المفروض ان انا اعمل ايه؟ اوفيس برينج دي امشي على واحد واحد في الرسمه، ده اوفيس برينج من ده، ده اوفيس برينج من ده، ده اوفيس برينج. لو انت تمشي بطريقه قديمه لا في السؤال واحد، السؤال هنا لا، السؤال نوعيه الاسئله انا شرحتها، اسال باي شكل اللي انت عرفته من شويه ده. خلاص هي دلوقتي بتكلم ان انا عايز اقول ان انا عايز ممكن اضيف النولج بيز بتاعتي مجموعه من الحاجات بس استنتاجا من اللي فات، بدلا ما اقعد امشي على واحده واحده واقول امشي لا قلت ده بيبقى ابن ده او ده من ذريه ده لما يكون ده ابو ده، يلا اخلص ده كده في المثال البسيط. لو ممكن اقول لك ده يبقى كذا لو كان كذا كذا وكان كذا كذا وكان كذا كذا. شروط بقى، يعني اقول لك مثلا، يعني مثلا لو انا حطيت العلاقه بتاعت ميل وفي ميل ماشي، وعايز اقول لك مين اخت مين، هتقعد بقى تكتب بقى، انت تمشي بقى على واحد واحد تقول له والله ده دي اخته ولا ده اخوه لا دي اخته لا دي اخوه، يعني يجي لك شلل. لكن ممكن اقول ببساطه جدا اعمل علاقه اسمها سيستر اكس كوما واي، دي اخت ده، ده غير اختها، خلاف دي اخت ده. لو دي اخت ده اقول لك بشرط ان يكون البيرنت، البيرنت بتاع الاكس هو هو البيرنت بتاع الواي صح ولا لا، وفي نفس الوقت الاكس تكون مين في مين. هو بقى بالشرط ده يقدر يعمل ايه؟ يمسح مسح كامل لكل مين قاعه المعرفه بتاعتك، ويقدر يسال بقى في اي حد يسال، بدل ما كنت تمشي بقى على واحد واحد بقى تقول دي اختها دي اختها دي اخوها دي اختها دي هتشلني دي دي لا. فهمت الفكره؟ فانا هنا بكل بساطه بقول ان احنا لو عايز ايديت تاني ارجع ايديت التري اهو، بقول ان انا عايز اعمل حاجه كده اسمها اوفيس برينج. افهم الفكره انا عايز اوصلها المره دي في المثال ده. اوفيس برينج دي ريليشن جديده، فانا بقول مش معقول امشي على واحد واحد اقول له ايه دي اخته دي ده من الناس ده من الناس ده من الناس ده من الناس. بقول لك ممكن طالما ان القواعد اللي عندي فوق ممكن استدل بشروط، لو ده ابو ده يبقى كذا، ولو دي وده الاثنين اب واحد يبقى كذا، ولو ده اقدر اعمل كده ممكن احطها في شكل شروط، بدل ما انا اعمل ايه بدل ما اقعد اكتبهم من اول دي كلهم تاني. هي دي اللقطه اللي كنت قاعد بفكر بس وصلت بره ولا ما وصلتش؟ هنا بنأكد على حاجه صغيره جدا، اوف سبرينج اكس او واي كوما اكس بيرنت اكس واي وخلصت. بيقول لك ايه؟ واضح بقى شويه قواعد بقى تفهم بقى عشان تعرف تفرق. بيقول لك فرق واضح ما بين كلمه فاكت وبين كلمه رول. الفاكت تشير الى شيء دائما صحيح وغير مشروط هو كده، الرول لا. الفاكت ان ده ابو ده حقيقه منتهيه صح ولا لا؟ اما الرول بقى في الحاله بتاعتنا دي اسمها رول. احنا خدنا الفاكت وجردنا عليها اسئله، الوقت اللي حبيت اديك الايه؟ الرول. الرول بيقول لك ايه؟ تعمل على توصيف جديد لعلاقه جديده، هنعمل ريليشن جديده، بس الريليشن دي بتتحقق بشروط معينه، يعني لو حصل كذا حصل كذا حصل كذا يبقى ده شغال كومساري. فهمت حاجه؟ هو عايز يقول كده، عايز يقول ممكن العلاقه دي مش قاعد اقول بقى ده شغال كذا ده شغال كذا، ممكن اقدر استنتج، ممكن اقدر استنتج. خلاص؟ طيب. قال لك الجزء ده بيتكون من جزئين، الجزء اللي على الشمال ده اللي هو اوفيس برينج دي العلاقه الجديده بنسميها الهيد، والناحيه الثانيه دي بنسميها الايه؟ بنسميها البادي. يبقى الهيد هو راس القاعده اللي احنا عايزين نوصل له، او النتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها، الخلاصه او النتيجه اللي احنا عايزين ايه؟ نوصل لها. اما ديت الشرط بتاعي في حاله تحققه يبقى احنا وصلنا لمين؟ وصلنا للهيد ده، وصلنا للي احنا كنا عايزين نوصل له. احنا كنا عايزين ايه؟ نوصل. فيها مشكله ديت؟
هو عرفنا من شويه ازاي الحاجات دي نقدر نستخدمها في البرولوج.